أخبار اليوم. عندي أمل يعني أن مؤسسات مجتمعية أخرى تتبنى بعض المجالات عشان ما يبقاش كل المجالات بنعملها احنا. يعني احنا عندنا سنين بنكافح يعني بنرفض إضافة الشعر على اساس ان دي فرصه. الشعر ده حاجه مهمه جدا وممكن مؤسسه مجتمعيه اخرى او اسره اخرى تتبنى بالموضوع ده ويبقى في جائزه الشعر المصري من مؤسسه كذا او كذا. طب يا فندم في حاله لم تتبنى اي مؤسسه هذا التوسع هنعملها احنا بقى عمرنا على راس خلال السنوات القادمه ان شاء الله. ما احنا كل سنه بنزود حاجه نعم. بس يعني بعد كده يبقى كوشنا على كل حاجه ما ينفعش برضه. تمام. طيب بالنسبه فندم اهميه دعم او الدور اللي بتقوم به المؤسسه تحديدا في دعم الشباب ربما هم من يريدون الوصول باحلامهم وافكارهم الى المجتمع العام، فمدى اهميه هذه الجائزه في دعم الشباب؟ طب احنا في جائزه الادباء الشباب وكده نعم. بس احنا عامه والشباب احنا عندنا كميه اعمال يعني مجالات بندعمها في تدريب الشباب وفي جامعه بحالها احنا عملناها واهديناها لحكومه المانيا علشان هي اللي تقوم بالتعليم في مصر. ده كل ده للشباب نعم. طب تفاصيل يا فندم عن هذه الجامعه. انت ما تعرفش ان في جامعه برلين فاتحه فرع في الجونه وان فرع الجونه دوت بيدار بالظبط وده نعم. بيدار من معرفه جامعه برلين نفسها واحنا اللي بنينا كل حاجه واحنا اللي بندفع مرتبات الالمان اللي هناك وبتدي مجالات يعني مهمه لمصر والشباب اللي بيخلص جامعه وبيعمل ماجستير او دكتوراه بيتقدم هناك وبالتالي بيبقى بياخد جامعه من ياخد شهاده من جامعه برلين ولكن من غير ما يسافر طول الوقت لما بيسافروا المانيا برضو بس مش بيقعدوا بقى سنتين ثلاثه زي هناك. تمام شكرا للتنبيه. ده طبعا بيحصل كتير على فكره يعني وزاره الثقافه بصراحه دايما متعاونه معانا في الموضوع دوت ومتبنياه شكل الموضوع. انت شفت وزير الثقافه كان موجود وكل وزراء الثقافه السابقين كان لا معلش بس هو وجوده معناه ان هو بيدعم هذا المجهود المجتمعي وبالتالي انا شايف ان في علاقه جيده بين المؤسسه وجائزه الادب دي والوزاره. دور الجمعيه يا فندم في التنميه الجمعيه المختلفه عندنا معاهد بندعمها عندنا معاهد بنعملها من الاصل عندنا جامعه برلين دي احنا اللي يعني بنيناها وبنديرها مش بندير قصدي بنمولت ادارتها من خلال حكومه المانيا وهلو مجرى يعني مدارس انا لسه عندي امل بقى في الالف مدرسه دولت ربنا يهدي الناس ونقدر نعملهم لان احنا لا دي بقى قصه طويله بس يعني ان شاء الله كده احنا مش هنيأس في الموضوع دوت لان انا شايف ان لو التعليم استمر بالحال دوت مش هنلاقي حد يكتب لنا قصه بعد 30 سنه دلوقتي حتى يعني التعليم قاصر بدرجه مرعبه يعني عندك الولاد بيطلعوا بشهاده الاعداديه وهم بالعافيه عارفين يكتبوا اسمهم يعني ما ينفعش كده يعني. شايف ان حد ممكن لجنه التعليم في مجلس الشعب الحالي تساهم في الموضوع التعليم؟ ده دورها الاساسي طبعا وانا ارجو ان يكون موضوع التعليم وازمه المدارس دي تاخد اولويه قصوى لان في النهايه احنا مش بس حكايه المنهج مش كويس والمدرس مش عارف ايه وكده انما انت استغفر الله لو جبت ملاك من فوق وتدي له فصل فيه 90 عيل ما فيش فايده ان حد فيهم يتعلم حاجه يعني فحل المشكله دي الاول وبعدين نحسن المنهج وبعدين نحسن المدرس انما الازمه الاصليه ما زالت قائمه ان ما فيش فصول كفايه ما فيش مدارس كفايه وحتى المدارس الموجوده تبعد عن بعض المناطق اللي فيها ناس بمسافات تعوق عمليه التعليم اما العيل ده يمشي ساعتين الصبح وساعتين وهو مروح هيذاكر امتى وهيستريح امتى وهيلعب امتى فعندنا ازمه حقيقيه في عدد المدارس وانا شايف ان دي اولويه قصوى ان يكون مباني يعني الابنيه التعليميه كافيه للبشر ده كله والا ناخد قرار بقى ونقول نص الشعب ده ما يتعلمش والباقي نعلمه مع كويس ولكن ان انت تطلع 90% انصاف متعلمين دي مصيبه. انت النهارده تشوف مستوى التعليم في مصر انحدر ازاي عن من 20 سنه ولا من 30 سنه يعني حاجه في منتهى الخطوره الصراحه. هل ستقوم مجموعه سويرس بانتاج التنميه الثقافيه؟ لا ده مش دورنا خالص ده لا ده دور الوزاره بقى او القطاع الخاص اللي هو بيستفاد من الموضوع ده.